السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يمنح وساما برتبة أثير من مصاف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية البرتغالية السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا. تنفيذا للقرارات الفورية لرئيس الجمهورية وحرصا منه على سرعة التنفيذ ميدانيا، الشروع في إعادة إسكان العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة بتيبازا وأم البواقي. وفلاح جالما يشيدون بالقرارات المتخذة للتكفل بتعويض خسائرهم. باحترافية ودقة عالية تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بذخيرة الحية في ظروف قريبة من الواقع بالناحية العسكرية الثانية، والفريق أول سعيد شنغريحة يشيد بالتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة. مركب سحق البذور لإنتاج الزيوت النباتية يدخل حيز الخدمة ببجاية، وزيت الجوهرة من الحقل إلى المستهلك شريان حيوي في الصناعة الغذائية. وبعنابة توجه نحو تطوير وتوسيع زراعة عباد الشمس دعما لصناعة الزيوت الغذائية. تحت شعار من أجل أفريقيا آمنة، إشادة في ملتقى دولي بالعاصمة بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال نزع الألغام المضادة للأفراد، ودعوة إلى تضافر الجهود الأفريقية للتخلص من أثارها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نستهل نشرتنا إذن. منح رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وساما برتبة أثير من مصاف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية البرتغالية السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا. على إثر القرارات الفورية لمجلس الوزراء وتجديد رئيس الجمهورية على سرعة التنفيذ، انطلقت بولاية تيبازا عملية ترحيل العائلات التي انهارت مساكنها كليا إلى مواقع سكنية بكل من بوهارون فوكا وخمستي. كما وزعت مساعدات شملت تجهيزات وأثاثا على العائلات التي تضررت ممتلكاتها جراء الفيضانات. هذا وتم إحصاء 121 عائلة متضررة بكل من بوسماعيل فوكا والقليعة، حيث سيتم إعادة إسكانهم في كل من بلديات خميستي بوهارون وفوكا. المتابعة لعبد الجليل عباس. بعد أن ضاقت عليهم الأرض من بعد وسع ووجدوا أنفسهم من دون منزل يؤويهم أو سقف يظلهم، تأتي قرارات حاسمة من رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بهم. وقبل أن تنقضي 48 ساعة، ها هم اليوم يرحلون إلى سكناتهم الجديدة في بلد يحفظ كرامة أبنائه. رحت لنا قعدرنا عشينا برا، راكدين في الجامع منكوبين، والحمد لله دوك الحمد لله يا ربي، كيف رجع لنا ربي الحمد لله يا ربي. والحمد لله رانا فرحانين فرحة ما تصورش كاع، نسينا هذيك الخلعة تاع الواد، نسينا كاع ديك المأساة كاع نسيناها. ونشكر الدولة تاعنا اللي سكنتنا في ظرف وجيز بالخف. الحمد لله يا ربي، وراهم سكنونا قبل 48 ساعة. الكارثة صرات في 48 ساعة، الرئيس راه تكفل الحمد لله. واش صرا فينا الحمد لله نسيناه، نساتنا الدولة الجزائرية في واش صرا. فرحانة بزاف الحمد لله، فرحة واش نقول لك، فرحة فور كاع، حتى نحس قلبي حيحبس. فرحتهم بسكناتهم الجديدة لا توصف، وامتنانهم لقرارات رئيس الجمهورية في سرعة التكفل بهم وتجهيز سكناتهم لا يضاهيه امتنان. فرحنا ولا غير فرحنا، يكثر خير الرئيس تاعنا اللي يرفدهم وما خلاهم يتقايسوا. عندنا رئيس واقف علينا، وقف علينا في لحظة، ما خلاناش نتمرمدوا، نشكروه. نعطي الانطلاقة لإعادة إسكان 122 عائلة
على مستوى 5 بلديات متضررة من الفيضانات الأخيرة. على كل حال العملية تجري في ظروف حسنة. الإخوة اللي كانوا في بعض الخيم بعد 48 ساعة اليوم راهم إن شاء الله يلتحقوا بمساكنهم الجديدة، والحمد لله على كل حال. هي الجزائر القوية بشعبها، المحمية بمؤسساتها، الحريصة على كرامة مواطنيها وحقهم في العيش الآمن والكريم. وبالوتيرة والحرص نفسهما تم بأم البواقي الشروع في إسكان المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة من حي يوسف خوج عمر، والبالغ عددهم 11 عائلة كمرحلة أولى حسب الإحصائيات. زكريا تهوامي. هدمت المنازل التي كانت تشكل خطبا على قاطنها، وتحولت حياة الساكنة من المعاناة وقسوة الطبيعة إلى مساكن تبقى إلى العيشة الكريمة للمواطن. واستفادت الفئة المتضررة من الأمطار الأخيرة بحي يوسف خوجة ببلدة أم البواقي من مساكن جديدة في زمن قياسي. احنا فرحانين بالرئيس تاعنا، كسكننا في 48 ساعة والحمد لله، ثاني وربي سبحانه ثاني فرج علينا والله الحمد لله. ونشكر الرئيس تاعنا اللي قام بالمجهودات تاعو وسكننا في 48 ساعة، وتالي كنا ما نعرف كيفاه تصرام، وزاد ساكنين في الواد بناء فوضوي، الماء كل اللي يجي قطرة تاع ما تصب شوية برك ثم كارثة. الحمد لله يا ربي، نشكره ربي يخليه وربي يطول عمره ويحفظه، يحفظ حكومتنا اللي قامت بينا. والله ما توقعنا هيك، بس جيتوا ثم وشفتوا الحالة كيفها مديرة، صادق وقادر تفوت 24 ساعة نموتوا، في 48 ساعة سكننا وفرحنا وربي يفرحوا إن شاء الله. وبعد تعرفهم على مساكنهم فرحة كبيرة عاشها المستفيدون. من نهار اللي زدت 68 سنة هذا وين فرحت في دنيتي، الحمد لله يا ربي. راني فرحانة فرحانة بزاف، خلاص تحيا الجزائر. كي لحتني في الدار كيما هذه راني كنت عانيت بزاف، خلاص في الواد هذاك 20 سنة وانا نعاني. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية اشرفنا اليوم على ترحيل 11 عائلة تعرضت للفيضانات خلال الايام القليلة الماضية. هذه العائلات التي كثيرا ما عانت من هذه الفيضانات. وأحصت ولاية أم البواقي 219 عائلة متضررة جراء الأمطار الأخيرة، سيتم تعويضها سريعا على كل الخسائر التي تكبدتها. كما سرعت السلطات المحلية بولاية جلمة للتكفل بالأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك بفتح الطرقات وفك العزلة عن الساكنة وإحصاء خسائر الفلاحين الذين ثمنوا قرار رئيس الجمهورية بتعويضهم. المزيد مع عمار طبال. في ظرف وجيز شهدت ولاية جلمة تساقطات مطرية غزيرة نتجت عنها سيول جارفة فاضت جراءها الأودية. هذه التقلبات الجوية أسفرت عن خسائر مادية تمثلت أساسا في تضرر شبكة الطرقات وبعض الجسور، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية خاصة الحقول والبساتين المحادية للأودية. قرار مليح والسلطات يعني الحمد لله هي قاعدة تخدم. قرارات اللي تخدم رئيس الجمهورية يعني قرارات صائبة وواحد ونشكروها عليها، يعني قرارات في محلها يعني جات في وقتها وتفك علينا الغبينة وماذا بينا نسهل لنا أمورنا إن شاء الله. أشكر السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم الرئيس اهتم بالفلاح وأعطى له قيمة في هذا الضرر، ونطلب من الله عز وجل أن يخلف على جميع الفلاحين. حنا كافحنا الجفاف ووفق ربي يوم جبناها الحمد لله يا ربي، بيجتنا فيضانات هذه دركا واش راح نقول لك، فشلنا موش ما فشلناش، وشنو كي سمعنا بالمبادرة الرئيس هذه زاد شجعتنا، وبربي ان شاء الله فامل ان شاء الله ونكملوا. قمنا بافاده لجان احصاء ميداني متكونه من جميع المصالح لحصر واحصاء جميع الاضرار لمتابعتها والتكفل بها، وسنشرع بطبيعه الحال في تعويض العائلات المتضرره واعاده الاعتبار للطرقات والمنشات وفق ما اقره السيد رئيس الجمهوريه، اذ سنتابع ميدانيا ونسعى الى التنفيذ الفوري والفعلي والدقيق للقرارات المتخذه من قبل السلطات العليا. الأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية أثرت كثيرا في نفوس الضحايا، لكن قرار رئيس الجمهورية بإعادة البناء أو التهيئة وتعويض كل المتضررين أتلج صدورهم وبعث فيهم الراحة والطمأنينة. السلطات المحلية بجلمة جندت كل الوسائل المادية والبشرية لإعادة الأمور إلى نصابها.
في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بعنوان الإصرار 2023، نفذته وحدات الفرقة الثامنة المدرعة مدعمة بوحدات من القوات البرية، وحدة للإسناد التقني والجوي، وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم. المزيد مع توفيق عجالي. في البداية استمع السيد الفريق أول إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الثانية وقائد الفرقة الثامنة المدرعة، تضمنا الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، حيث جرى على مرحلتين: الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين. وبالميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش، تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادات والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن اكتساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف. Thank you.
بتداخل الترددات مع الدفاع الوطني. تنفيذ هذا التمرين أكد مرة أخرى وبصورة واضحة الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وكذا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد أيضا التطور الذي بلغته قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة. عقب التمرين عقد السيد الفريق أول لقاء مع أفراد الوحدات المشاركة، حيث هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالية 2022-2023 خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مشيدا بالنتائج المحققة والتي تتوافق تماما مع ما كان مخططا له، وكذا مع طبيعة وأهداف المهام الأساسية والحيوية المكالة لهم في إقليم الاختصاص. في الختام قام السيد الفريق أول بتفتيش التشكيلات المشاركة في هذا التمرين. بتكليف من رئيس الجمهورية شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في زيارة عمل إلى نيويورك تندرج في سياق التحضير الانتخاباتي تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن يوم 6 جوان المقبل من قبل الجمعية العامة. ويجدر التذكير بأن الجزائر تشارك في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025، وقد سبق أن حظي ترشيح الجزائري بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة. وخلال زيارته يعقد عطاف لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب الأمين العام، وذلك بهدف استعراض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر لتحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن. في التعاون استقبل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد وزير الدولة البريطاني وزير الهجرة نائب وزير الشؤون الداخلية روبرت جينيريك. اللقاء سمح بالتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الساحل والبحر الأبيض المتوسط، وهذا في إطار توسيع المشاورات السياسية بين البلدين. وفي التعاون الاقتصادي يشارك وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتون اليوم وغدا بالعاصمة الكينية نيروبي في أشغال اجتماع وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
الاجتماع يهدف إلى تحديد أولويات تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة بما يتماشى وشعار الاتحاد الأفريقي لهذه السنة، تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. الجزائر موافقة على دعم قواعد التحول المزدوج مع المراجعة الدورية لها، ومنه علينا اعتماد استراتيجية قارية تسمح للدول الإفريقية بوضع استراتيجية صناعية وتحويلية. وعلى مجلس وزراء التجارة الأفارقة أن يأخذ بعين الاعتبار التوصية المنبثقة عن الدراسات التي يقوم بها الخبراء، وكذا استغلال الإمكانات التي تزخر بها إفريقيا وخلق شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين من خلال استحداث آليات تمويل للصناعة التحويلية في مختلف الدول الإفريقية. ونبقي على ملف التعاون الاقتصادي وعلى هامش أشغال المنتدى الاقتصادي حول أفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر المنعقد بإيطاليا. قام اليوم الوفد الجزائري بزيارة ميدانية إلى مصنع السيارات من علامة فيات بمدينة تورينو، حيث تم عرض فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين في هذا المجال. موفدة التلفزيون إلى تورينو وسيلة بوشارب. في زيارة تاريخية استقبل مسؤولو مجمع ستيلانتيس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني والوفد المرافق له بحفاوة كبيرة. وبعيدا عن أنظار الإعلام، دخل الوفد الجزائري إلى أحد أهم مصانع فيات في العالم، حيث تلقى الوفد شروحات واطلع على أحدث التقنيات المستعملة في تركيب السيارات. هذه الزيارة توجت أشغال المنتدى الجزائري الإيطالي المنعقد بتورينو لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال السيارات. اليوم دخلنا في أسلوب جديد وجدي وفعلي لصناعة حقيقية للسيارات. يمكن أن نفتخر بأننا في شهر ديسمبر إن شاء الله سوف نقوم باستخراج أول سيارة مصنوعة محليا بالجزائر. الإيطاليون من جهتهم أبدوا اهتماما واضحا للاستثمار في الجزائر وتوسعته لمجالات خارج المحروقات وصناعة السيارات. نحن ننظر إلى الجزائر كشريك فعال وتجمعنا علاقات متينة على كل المستويات، لذلك نرغب بشدة تعزيز تلك الشراكة إلى مجالات أخرى ويمكن الاستثمار فيها وبناء شراكة قوية. المنتدى الاقتصادي يسبق مواعيد ثقافية اقتصادية وسياسية مهمة مطروحة على أجندة قيادة البلدين. هي المرة الأولى التي يستقبل فيها مجمع ستيلانتيس وفدا رسميا يمثل الحكومة الجزائرية داخل أحد أهم مصانع فيات بتورينو. العلامة تعول أيضا على مصنع وهران لاقتحام الأسواق الإفريقية. وسيلة بوشارب، تورينو، إيطاليا. في الاستثمار المحلي دخل حيز الخدمة مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال بولاية بجاية، الذي يعد من بين أكبر مركبات الصناعة الغذائية إفريقيا وعالميا وأحد المشاريع الحيوية لإنتاج زيت الجوهر الجزائرية. المركب مجهز بأحدث التقنيات والمعايير الدولية ويشكل قوة اقتصادية وفلاحية، ومن شأنه توفير مناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد. ملك الرحمن. من الحقل إلى المستهلك وبأيد جزائرية 100% من المرحلة الأولى إلى مائدة المواطن تحت اسم الجوهرة في وحدة سحق البذور الزيتية ببجاية، مكسب جديد تتدعم به الجزائر ويعد من أكبر المصانع عالميا في هذا المجال. طاقة إنتاجية تتمثل في 11000 طن يوميا من مادة الصوجة، 6000 طن يوميا من مادة دوار الشمس، و 5000 طن يوميا من مادة الكولزا. المصنع سوف يخلق عدة مناصب شغل في
ولاية بجاية لكن أيضا خارج ولاية بجاية المناطق المجاورة وكل ربع الوطن. البناء تم بأيادي 100% جزائرية. هذه الوحدة موجهة لاستعمال البذور المنتجة محليا 100%. نحن كشركة لسنا لن نقوم نحن بعملية الزراعة، بل نقوم بشراء المحصول الزراعي لدى المزارعين. المصنع الجديد وبعد دخوله حيز الخدمة سيسمح بدعم وتطوير الزراعة المحلية، كما سيغطي السوق الوطنية بهذه المادة الواسعة الاستهلاك. تخفيض فاتورة الواردات طبعا ممكن جدا الصادرات، لأنه ينوي هذا المجمع لتصدير طبعا أكثر من 50% في المراحل القادمة. استعمال أو استقطاب العنصر البشري خاصة الكف، نظن أنه تحويل بالنسبة للتكنولوجيا هذا المضمون خاصة في قانون الإسمار اللي يحكي على المشاريع المهيكلة بالنسبة للجزائر، المشاريع اللي ممكن تخلق لنا ثروة كبيرة. لاحظنا عملية التحول إلى خلق الثروة محليا ما بين السلطات العمومية والمتعاملين، أيضا تجسيد الانتقال التكنولوجي من خلال الإطارات أو التأطير لهذه العملية، السرعة أيضا في التنفيذ لتحقيق أولا أو لاستهداف الأمن الغذائي من خلال تحقيق العملية من يعني بانطلاقتها من مرحلة الفلاحة زراعة الحبوب إلى مرحلة العصر يعني للحصول على المادة الخام ثم التصفية ثم التعبئة والتسويق. إذا هذه هي السلسلة اللي تخلينا نتحرر من التبعية الأجنبية. هذا المشروع الذي الحمد لله اليوم درناه وضع حيز الخدمة سيعطي أهمية كبيرة كذلك للقطاع الفلاحي الذي له علاقة مباشرة، وذلك بتشجيع كل الفلاحين المتواجدين على قطر الوطني بغرس هذه البذور. هو مشروع استراتيجي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد. هذا ويتجه فلاح ولاية عنابة نحو تطوير وتوسيع زراعة عباد الشمس الذي يرتبط بصناعة الزيوت الغذائية والأعلاف الحيوانية، ويتميز هذا النوع من الزراعة بأثر اقتصادي واجتماعي إيجابي لما يوفره من منتجات للأسواق، وكذا يساهمه في تحقيق الاكتفاء الذاتي. نور الدين بن عبسة. محمد طاهر مداح أراد خوض غمار زراعة عباد الشمس بعنابة، ويعتمد في أول تجربة له على زيوت النباتية خصوصا أجود أصناف زيوت المائدة. حتونا به نخدمها به نجربها لأن فيها فايدة للأرض للعبد للحيوان وللاقتصاد. أولا راح تكون تعاونية إن شاء الله في هذا الميدان على المنتوجات الزيتية واللمو، وراح يكون متعامل اقتصادي هو اللي راح يدي لماتير بريميير دي علينا به تكون ان شاء الله الوفرة تاع الزيت والاعلاف الحيوانية في البلاد. عبد الرحمن بورجيبة عميد الفلاحين بعنابة يخوض تجربة جديدة بعد 20 سنة من التجربة القديمة، ويعتمد في زراعة محصول دوار الشمس بعلي دون سقي معتمدا على تهاطل الأمطار وفقط. المنطقة تاعنا تمتاز بالمحاصيل الصناعية ودورة زراعية، بس هالمحصول نحيو وننجحو به. على كل حال الدولة تاعنا عندها دروكا 3 سنين وين بدات دير انيسياسيون لا برودكسيون دي زولوجينور. العام الجاي بربي ان شاء الله راح تكون مساحات اكثر من هذه، ممكن نوصل ل 300 ولا نوصل ل 400. لدى وضع مركب ساق البذور الزيتيه لمجمع سيفيتال حيز الخدمه، المجمع سوف ينتج زيت مائده محليه جزائريه 100% وذلك باستخدام البذور الزيتيه المزروعه محليا. تم توقيع عقود شراكة مع المنتجين الزراعيين المحليين لشراء محاصيلهم السنة الماضية، حيث تم توقيع 800 عقد شراكة، وذلك في إطار التزام باتفاقية شراء البذور الذاتية مع وزارة الفلاحة. تطوير وتوسيع إنتاج عباد الشمس خطوة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الوطني لسد فجوات الصناعة التحويلية الغذائية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك دون انقطاع.
في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لعهد الاستقلال وبالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، افتتح اليوم ملتقى دولي بعنوان من أجل إفريقيا آمنة، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد. الملتقى الذي تنظمه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على مدى يومين وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يندرج ضمن نشاطات اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام. محمد بن لكهل. هي ألغام مضادة للأفراد زرعتها فرنسا الاستعمارية على طول الحدود الشرقية والغربية لقطع الإمدادات عن الثورة المسلحة وعزل الجزائر عن العالم. البليسور نتاعي على كل حال يعني مش إنسان هكذا يروح وروح، يعني قانون يجيني مثلا بطيون ولا نقول سكسيون نروح دير عملية قطع السلك باش نعد وندخلوا للجزائر، وإذا به طحت في اللغم كعفست عليه ما تحركت طار رجلي طار. ثم كانوا المجاهدين هزوني والمدفع من ورانا دراك تاك المدفع يا أخي منعوني منات دخلنا للحدود التونسية. تضربت في 65 تبسها جاي الخط، هذا الخط اللي جايبينه ملغم جابوه من الونزة وعاقب حتى البير العاتر، جاب الونزة عقب على الكويف عقب بين تبسة وواحد البلدي يقولها بلدية الحوجبات عقب على بلدية الملابيض وعقب من ثم على بير العاتر وراح على صبصاف الوسرة وراح عقب البير العاتر، والخط هذا مكهرب فيه ثلاثة خطوط واللي نحن أصبحنا ضحايا. البلدان الإفريقية هي الأخرى ذاقت ويلات مخلفات الدول الاستعمارية، وعلى إثرها حررت وثيقة أوتاوا التي بموجبها نزع الألغام في الدول المتضررة. وعند مصادقة الجزائر على اتفاقية أوتاوا بدأ برنامج تطهير الأراضي الجزائرية من الألغام المضادة للأفراد في من 2004 إلى 2016، وأنهت الجزائر التزاماتها أمام اتفاقية أوتاوا في نوفمبر 2016 أين طهرت كل الأراضي الجزائرية من الألغام. وإذ نستحضر بهذه المناسبة معاناة ضحايا الألغام المضادة للأفراد المتضررين من ملايين الألغام المزروعة في شتى بقاع العالم، فإن الجزائر تؤكد استعدادها الدائم لمد يدها للمجتمع الدولي وبذل قصارى جهودها بتجربتها الرائدة للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد. الجزائر لها تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد بفضل سواعد أبنائها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. شكل موضوع دور المجتمع المدني في تفعيل آليات الدفع بعدم الدستورية محور لقاء تحسيسي تم خلاله تحسيس المواطن بالآليات الدستورية التي تمكنه من الدفاع عن حقوقه وحرياته، كما تمت الإشارة إلى أن دستور 2020 يعد أول محطة الإصلاحات الشاملة والعميقة التي باشرها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق عهد جديد لمبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاء وتكريس الحريات والحقوق. آلية الدفع هي آلية جديدة تم استحداثها سنة 2016 بموجب التعديل الدستوري، تم تثبيتها أيضا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 مع شيء من التغيير، حيث أن الدفع شمل إلى جانب الحكم التشريعي شمل التنظيم. المحكمة الدستورية قدرت أنه من الضرورة بمكان أنها تنزل إلى عديد الولايات، كانت الدورة الأولى في بشار وهذه الدورة الثانية في تمرست، وهناك أيضا جدولة لدورات أخرى في بعض الولايات.
بالعاصمة عرض اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة عرض التقرير الوطني حول التنمية البشرية بعنوان التعليم دعامة لتنمية أكثر شمولا واستدامة، والذي يتطرق لدراسة عملية التكوين المعرفي لرأس المال البشري ودوره في تحقيق أهداف تنمية شاملة ومستدامة. مراسم إطلاق العملية حضرها كل من الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وممثلين من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وممثلين عن المجتمع المدني. وتحت شعار الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان، أعطى اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمركز العائلي ببن عكنون إشارة انطلاق الحملة الوطنية حول مكافحة الإدمان والوقاية منه. الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان لدى المواطنين والمساهمة في الحفاظ على صحتهم واستقرارهم في بيئة عملهم ومحيطهم الاجتماعي. وضمن إسهامات التلفزيون الجزائري في الحملة الوطنية لمكافحة الإدمان والوقاية منه، يقترح عليكم غدا يوما مفتوحا حول التحسيس بمخاطر المخدرات والإدمان في بث مشترك عبر قناتي الإخبارية والشبابية. نظمت اليوم بمقر جريدة الشعب تأبينية للصحفي الراحل فنيدس بن بلة المدير العام الأسبق للجريدة، حيث أثنى وزير الاتصال محمد بوسليماني على خصال ومناقب الفقيد الذي ترك بصمته الخاصة في الصحافة المكتوبة والإعلام ككل. الوقفة حضرها أفراد عائلته وزملائه في المهنة، وكانت فرصة لتكريم عائلة الزميل الفقيد. هو سي فنيدس بن بلة من الصحفيين اللي خلوا البصمة تاعهم في الصحافة، الصحافة المكتوبة وفي الإعلام بصفة عامة. الأخلاق اللي كانت عنده ما نقدرش نوصفها، من بكري ملي كان طالب معنا وما تغيرش حتى لآخر حياته. كان يرافق الشباب، شحال من صحفي الشاب رافقوا سي فنيدس بن بلة وكونوا، واليوم راه الحمد لله راهم شحال من الصحفي والصحفية من البارزين كان رافقهم سي فنيدس بن بلة. دوليا وفي المغرب، ملفات الاختطاف القسري والاعتقالات تؤجج غضب الشارع وسط تصاعد التحذيرات من تمادي نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني. ملك سحقي والمزيد. حتى السمعة السيئة لمعتقل غوانتانامو لم ترتقي لسجون الاعتقال ومسارح التعذيب في المغرب، فسلطات المخزن شائع في عرفها الاختطاف القسري والاعتقالات وكل أشكال التعذيب، ملف يزعج البوليس المغربي في كل مناسبة يعود فيها إلى الواجهة وتستذكر خلالها عائلات المفقودين المختطفين من أبنائهم. عائلات لم تستطع المضي قدما في حياتها دون الوصول حتى إلى رفات أقربائهم، واليوم تناشد الهيئات الحقوقية بضرورة استكمال التحقيقات في الملفات العالقة. النظام المخزني لم يقم وزنا حتى للاتفاقيات الأممية التي تجرم الإخفاء القسري في كل مواثيقها الدولية. حاولت سلطات المخزن بكل الطرق تلميع صورتها في الخارج، فدفعت أموالا طائلة في سبيل ذلك، لكن عبثا تحاول، ففي آخر مقالاتها سلطت صحيفة الفرنسية لوموند الضوء على واقع حرية التعبير في المغرب، حيث يقبع الصحفيون ومعتقلو الرأي في السجن، وانتقدت الصحيفة سياسات الفساد داخل نظام العدالة. ولم تهمد أصوات الشعب من المطالبة بالحقوق والحريات في ظل تمادي نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني، أصوات اتهمت النظام المغربي ببيع المملكة بأبخس الأثمان والتورط مع جرائم الكيان الذي زاد من التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي فلسطين المحتلة أصيب عدد من الطلبة والمعلمين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على مدرسة للبنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما أصيب أكثر من 46 فلسطينيا بالرصاص والاختناق بالغاز إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس ومخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
إلى أخبار الرياضة، عقد اليوم الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الألعاب العربية سيد أحمد سلمي ندوة صحفية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، تحدث خلالها عن آخر استعدادات الجزائر لاحتضان الألعاب الرياضية العربية في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية المقبل. الجزائر جاهزة، أتم تجهيز لتكون في الموعد، وموعد هذا الحدث الرياضي العربي الكبير إن شاء الله. عند كانت زيارة لهذه المنشآت والمرافق الإيواء، وكذلك من خلال الاجتماعات التي نظمت خلال هذه الزيارة، يمكننا اليوم أن نقول أن أكبر شيء الخص التنظيم هو موجود، وسنكون إن شاء الله في مستوى الحدث، ونعيش إن شاء الله لحظات تاريخية في إطار كما يقول لك تنظيم هذه التظاهرة. وفي افتتاح مباريات الجولة 24 لرابطة المحترفة الأولى، فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه فريق اتحاد خنشلة بهدف دون رد، وقعه والمدافع أيوب عبد اللهوي في الدقيقة 23. هذا وستستكمل باقي مباريات الجولة يوم غد. الختام من جوهرة الغرب تلمسان وتظاهرة سوق عكاظ في طبعتها الثانية بمشاركة جمعيات ثقافية وحرفية من داخل الولاية وخارجها لإحياء التراث المادي وغير المادي للثقافة الجزائرية بكل أبعادها. سفيان مقنين. شعراء يلقون القصائد الفصيحة والشعر الملحون، تحف يدوية محلية وألعاب تقليدية، كل هؤلاء اجتمعوا في الطبعة الثانية لسوق عكاظ التي نظمت من طرف المركز التفسيري لللباس التقليدي بالتنسيق مع تعاونية جيل الفن والمسرح بتلمسان. حبينا نديروا سوق عكاظ بطريقة جزائرية، شعراء جزائريين، شعر جزائري، لباس مختلف يعني، بصح الأغلبية تاع فيه اللباس الإفريقي الجزائري، تصب الرزات، تصب كل شيء. حاجه مليحه للجيل الحالي باش يتذكر ايام زمان وين كانت الحشمه، كان الحايه، كان لباس هذا اللباس التقليدي، اللباس الاصيل، باش نرجعوا هذيك الشباب يرجعوا للفتره الاصيله كما يقولوا. انا نخدم الزربيه وراني حيه زربيه تحت لمسان، هذه بيا هذا الجيل يديوها منا ان شاء الله يا ربي، وفقنا نعلموهم ويخرجوا كيفنا ساجعين، وهذا هو. أهم ما ميز هذه الطبعة هو حضور الألعاب التقليدية التي قلت ممارستها وتناقص ممارسوها في السنوات الأخيرة. الألعاب التقليدية هذا موروث حضاري ورثوه الأباء الأجداد السابقين، وإحنا ماذا بينا نحافظوا على هذا التراث باه يتوارثوا الأجيال القادمة إن شاء الله. سوق عكاظ بكل تجلياته التراثية المادية واللامادية هو فرصة للفنانين والحرفيين للقاء وإضفاء أجواء ثقافية حية في منطقة المشوار الأثري وسط تلمسان. إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يمنح وساما برتبة أثير من مصاف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس الجمهورية البرتغالية السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا. تنفيذا للقرارات الفورية لرئيس الجمهورية وحرصا منه على سرعة التنفيذ ميدانيا، الشروع في إعادة إسكان العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة بيتي بازا وأم البواقي. وفلاح جلما يشيدون بالقرارات المتخذة للتكفل بتعويض خسائرهم. باحترافية ودقة عالية تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية في ظروف قريبة من الواقع بالناحية العسكرية الثانية
والفريق أول سعيد شنقريحة يشيد بالتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة. مركب سحق البذور لإنتاج الزيوت النباتية يدخل حيز الخدمة ببجاية، وزيت الجوهرة من الحقل إلى المستهلك شريان حيوي في الصناعة الغذائية. وبعنابة توجه نحو تطوير وتوسيع زراعة عباد الشمس دعما لصناعة الزيوت الغذائية. وتحت شعار من أجل إفريقيا آمنة، إشادة في ملتقى دولي بالعاصمة بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال نزع الألغام المضادة للأفراد، ودعوة إلى تضافر الجهود الأفريقية للتخلص من آثارها. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.